فقال الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى. ما يستغفروا للمشركين. ولذا بعض الجهل اليوم يأتي يترحم على يهودي أو على نصراني أو على ملحد، يترحم عليه، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن يستغفر الإنسان أو يترحم على غير المسلم أبدا. لكن يجوز له أن يدعو له بالهداية إن كان حيا، يقول اللهم اهده. ما في بس دعاء ما في بس. لما جاء الطفيل بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد دعا دوسا قبيلته فأبوا عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا أبت أن تدخل في دين الله، فادعوا الله على دوس. فرفع النبي يديه وقال: اللهم اهدي دوسا. فالهداية الكافر ما فيها بس أبدا، لكن الدعاء له بالرحمة لا يجوز. وإذا كان اليهود يأتون يتعاطشون عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول يرحمكم الله، فما كان يقول لهم يرحمكم الله. المسلم إذا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له النبي يرحمك الله. اليهود يذهبون يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لهم يرحمك، ما كان يقول لهم يرحمك الله. ماذا كان يقول؟ يقول يهديكم الله. فالدعاء بالهداية شيء، والدعاء بالرحمة شيء آخر. طبعا لا يجوز الدعاء للكفار بالمغفرة والرحمة. لماذا؟ لأن الله أخبر أنه لا يغفر للكافر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا أنت تعلم أن الله لا يغفر للكفار الذين ماتوا على الكفر، مات على الشرك، فكيف تدعو بشيء لن يفعله الله؟ طب قد يقول قائل: هذا يمكن يكون معذورا، يعني ما سمع بالإسلام بطريقة صحيحة، سمع بالإسلام فيه شبهات، ما سمع أصلا. نقول خلص، له رب يحاسبه. نحن ما ندعو بالمغفرة والرحمة إلا لأهل الإسلام، الكفار يتولاهم الله، ولا نحكم على كافر بشيء. ليش؟ ما ندري مات على إيش، إيش كان في اللحظة الأخيرة في قلبه، ما عند الموت إيش كان عند في، هل قامت عليه الحجة ولا ما قام. فإذا مصائر العباد ما نتدخل فيها. العباد الذين حكم الشرع لهم بجنة أو نار نشهد لهم بذلك، وغيره أمرهم إلى الله، إنما حسابه عند ربه. نحن نجري عليهم أحكام الظاهر في الدنيا، يعني بالنسبة لنا مات على الكفر، ندفنه في مقابر المسلمين؟ لا. نصلي عليه؟ لا. ندعو له بالمغفرة والرحمة؟ لا. نرث منه يورث المسلم؟ لا. خلص نعامله على أحكام الظاهر، وفي الحقيقة والباطن وعند الله ماذا سيكون يوم القيامة؟ خلاص هذا من شأن الله تعالى. ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا، بنورك أشرق الإيمان فينا.